فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام كل الناخبين في بلدية كاباو، وعددها 31 مركز اقتراع بين مراكز خاصة بالرجال ومثلها للنساء. مشاركة واسعة من قبل أهل كاباو لاختيار مجلسهم الجديد، حيث سارت العملية الانتخابية بكل ارتياح دون حدوث أي تجاوزات. لجنة الانتخابات ببلدية كاباو تسير بشكل ممتاز، وعدد دوائر في حدود 31 دائرة، والناس الحقيقة واعية ولا تفكر في عقلية ابن عمك وابن خالتك وابن كذا، ناس وصلت لها الوعي. وهذا نفصل الجانب السياسي على الجانب الاجتماعي. لجنة الانتخابات التزمت بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية، وذلك حفاظا على سلامة الناخبين من انتشار فيروس كورونا.